خلينا نتكلم نستمر بالحديث عن الموبايل، لكن هذه المرة مع الأزواج. تحذير شديد اللهجة أطلقه خبراء، من كثر ما هو شديد أنا خفت. إدمان الهواتف بالنسبة للأزواج هنا الخطر، مؤكدين أنه يسبب ارتفاع معدلات الطلاق. دراسة بريطانية أكدت أن قضاء وقت أطول مع الهواتف أكثر منه مع الشريك قد يؤدي إلى أزمة حياتية كبيرة. الدراسة أكدت أن 3/4 النساء يفعلن ذلك مقارنة بثلثي الرجال الذين يدمنون هواتفهم. البحث حذر من كون الهاتف أحد أهم أسباب انهيار العلاقات الزوجية، مشيرا إلى ضرورة أخذ الحيطة من كثر استخدامه. يعني انتبه على زوجتك، لا تنتبه على تلفونك. المفروض أو انتبه على زوجتك وتلفونك، لأن زوجتك عينها بتلفونك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.